وبالعودة إلى أرض الوطن، حيث قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد تمديد إجراءات الحجر الجزئي المنزلي ل15 يوما، والتي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم على مستوى 16 ولاية، بداية من 10 مساء إلى غاية 5 من صباح اليوم الموالي. ويتعلق الأمر بولايات أضرار، باتنا، بسكرة، البوليدة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بالعباس، قسنطينة، معسكر، ورقلة، وهران، الوادي وتوقرت. ويمدد إجراء منع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية عبر كامل التراب الوطني، لا سيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر. وإلى موضوع آخر، حيث أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم أن مبالغ هامة خارج الدوائر المصرفية تتداول في السوق السوداء، والتي قاربت قيمتها نحو 6000 مليار دينار جزائري نهاية 2020، وذلك خلال اليوم البرلماني بعنوان الصيرفة الإسلامية استجابة لمطلب اجتماعي. كما أكد الوزير على تسويق منتجات جديدة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. سارة درجة. فيتسم الاقتصاد الجزائري بوجود اقتصاد موازي هام وكمية كبيرة من الأموال المتداولة خارج الدوائر المصرفية، بحيث قدر بنك الجزائر هذه الأصول بنحو 6000 مليار دينار جزائري نهاية 2020. تم بالتمويل الإسلامي الربحي المتكامل. أما التمويل الإسلامي غير ربحي، نشكر من خلال وزير شؤون دينية والتعلق بالأوقاف وبالزكاة، وهذا المجهودات المبذولة إن شاء الله عندما يخرج هذا الديوان سنصل إن شاء الله قبل نهاية السنة إلى وجود التمويل الإسلامي بأبعاده الربحية وبأبعاده غير الربحية، موجود كسائر الدول الأخرى.